أهلا بكم مشاهدينا الكرام، ومكملين معاكم هذا الصباح كل يوم من 7-10 الصبح على شاشة النيل للأخبار. دلوقتي مشاهدينا الكرام، وفي إطار احتفالاتنا بالمولد النبوي الشريف، وزي ما تابعنا في الفقرة الأولى واحتفالنا بالمولد النبوي الشريف ومولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، دلوقتي هنتابع في هذه الفقرة أهم الدروس المستفادة من أخلاقيات النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأهم القيم والمعاني التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. بشرفنا يكون معنا للحديث عن الدروس المستفادة من مولد الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم ومن سيرته العطرة أن يكون معنا الشيخ الدكتور محمد البكري القارئ والمبتهل. فضيلة الشيخ أهلا بك، وكل سنة وحضرتك طيب. كل عام وأنتم بخير، وكل مولد وأنتم بخير، ومصر العظيمة بخير، وكل أهلها وجيشها وشعبها وشرطتها بألف خير إن شاء الله. كل سنة وحضرتك طيب. فضيلة الشيخ، لو حبينا نعرف، طبعا إحنا حضرتك هتشنف أذاننا النهاردة بالعديد من الابتهالات حول مولد النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك حول سيرته النبوية، ولكن قبل أن نبدأ بالابتهالات عايزين نعرف أهم القيم والدروس المستفادة من مولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكيف يمكن أن نستعيد في هذه الذكرى العديد من القيم والمبادئ التي جاء بها النبي محمد صلى الله عليه وسلم للعالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، خاتم الأنبياء والمرسلين، الذي جاء وأدى الرسالة وبلغ الأمانة وأدى الرسالة ونصح الأمة وكشف الغمة. فلله الحمد والمنة على هذه البشرية جمعاء، أن أرسل إلينا نبيا يضع فينا أسسا، وأساسها رفع راية الإسلام، وهي راية لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله. أما الدروس المستفادة، فقد كان الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول: أطعموا الطعام، وصلوا بالليل والناس نيام، وصلوا الأرحام. أنا عايز أقول على حاجة، إني لو أي واحد مننا بيحب أي واحد فبيتخلق بأخلاقه، صحيح. فما المانع أننا نتخلق بأخلاق المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهو خير البشر جميعا باعتراف الكل. ولكن يجب علينا هذا التحلي نحوله أو نفعله إلى إيه؟ إلى يعني إلى واقع وممارسة فعلية. واقع وممارسة فعلية. إزاي؟ أنا النهاردة ماشي مثلا عشان خاطر أحتفل بهذا المولد العظيم الذي يأتينا، وأعتقد السنة دي يمكن يكون في سنة 2015 مرتين، ودي ظاهرة فلكية بتحصل كل 33 سنة. دي علشان مصر مزدهرة، وعلشان ربنا سبحانه وتعالى كرم هذا البلد وتجلى تجليا يليق بجلاله وكماله، وتنزل إلى جبل الطور فنجى موسى، ودي منة على هذه البلد. فأنا عشان أتحلى بأخلاق الرسول، أنا مثلا النهاردة ماشي هجيب سندوتش، أبسط الأشياء سندوتش فول، أخليهم سندوتشين وأدي السندوتش التاني لواحد فقير محتاج. هذه أخلاق الحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم. أنا قطيعة الرحم لا أقبلها. فالموبايلات بقت منتشرة وكل واحد عنده موبايل دلوقتي، يعني سلم على من قطعك، تعالى بالليل كده وصلي ركعتين كده لله، ركعتين بس، في حب المصطفى صلى الله عليه وسلم. يبقى أول درس مستفاد إن إحنا بنتخلق بإيه؟ بأخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم، والتطبيق يجب أن يكون على منوال السنة. تمام. قبل ما نستكمل نقاشنا عايزين نسمع من حضرتك أحد الابتهالات التي قيلت في الرسول صلى الله عليه وسلم، سواء بمناسبة مولده أو بمناسبة سيرته العطرة. هو في ابتهالات بمناسبة المولد وفي رؤية لرسول الله. نبتدي بمناسبة المولد. لا إله إلا الله، الملك الحق المبين، سيدنا محمد رسول الله، الصادق الوعد الأمين. يا يا
رب يسر أمورنا واشرح صدورنا واحفظ مصرنا يا رب، احفظ يا رب شعبها واحفظ يا رب أهلها واحفظ يا رب أمنها واجعلنا فيها من الآمنين. ولد الحبيب، ولد الحبيب محمد في فرحة يا مرحبا يا سيد الأنام، لم تلق آمنة المصون بحمله أو وضعه شيئا من الآلام. قد فضل الله العظيم محمدا ليكون للأديان خير ختام. يا مرحبا بالحبيب وقدومه، يا مرحبا بالمصطفى وقدومه للمرسلين، أتيت خير إمام واقبل رسول الله مني حسن تحيتي، واقبل رسول الله مني طيب سلامي. اللهم صل وسلم عليه الصلاة والسلام. الله ينور عليك فضيلة الشيخ. يعني نشأة سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، نشأ يتيما للأب والأم، عايزين نعرف إيه هي الدروس المستفادة من نشأة هذا النبي الأعظم، هذه النشأة هل هناك من دروس مستفادة من نشأته؟ والحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كان يتيما، فأول درس نستفيد منه إن إحنا نتعطف ونتقرب ونأتي إلى الأيتام. لأن الحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم كهاتين، ورفع السبابة والوسطى. هذا أول درس مستفاد، إن أنا كان ممكن حد يتيم يكون من أعظم يعني الناس أو له شأن عظيم بعد كده في خدمة الوطن أو في خدمة البشرية، حتى كما نعم شهدنا هو النبي هو يعني ممكن يكون له مجال أكبر أو 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 أو, أو يكون في مجال تفعيلي أكبر مما تتخيله أنت، لأن صحيح المقادير بيد الله سبحانه وتعالى. صحيح. فإحنا يجب علينا، إحنا كبشر مأمورين بأن إحنا بالعطف، مأمورين بالحنان. ما هو صلى الله عليه وسلم زي ما ذكرنا قبل كده قلنا قال: أطعموا الطعام وأفشوا السلام. نعلم هذا اليتيم حتى نتخلق بأخلاق الحبيب المصطفى، أو هذا الدرس الذي تتكلم سعادتك عنه، يعني أن إحنا نعطف على هذا اليتيم ونقدره ونشوف محتاجه، لأن اليتيم حرم من حاجات كتير. تخيل في ولد عنده أب وأم، ولد لا عنده أب ولا عنده أم، أو ولد عنده أب وما عندوش أم، لأنه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كان أرأف من أم على ولدي، وكان أحن بشر على المساكين. تمام. طيب فضيلة الشيخ، قبل ما نستكمل نقاشنا تاني، عايزين حضرتك تشنف أذاننا بابتهال آخر من الابتهالات اللي مع حضرتك. والله ده شرف لينا يعني بصراحة، يعني شرف لينا يا فندم، وده كله احتفالا ومحبة بذكرى مولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
فنسمع من حضرتك أحد الابتهالات. رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأيته في ثياب سندسي، رأيته مزملا في ثياب سندسي، رأيته مزملا في ثياب سندسي، مربوع القامة أبيض اللون، أبيض اللون، ما خلق الله قبله ولا بعده مثله في الأنام، مربوع القامة أبيض اللون، قمري الجبين، حواجبه نونية كحيل الطرفين، أهدب العينين، ظريف القوام، أبيض الخدين، مشربا بالحمرة، مشربا بالحمرة، مشربا بالحمرة، صلى الله عليه وسلم، وجناته ضوئية، ووجهه كأنه البدر، ووجهه كأنه البدر ليلة التمام. إذا تكلم النبي خرج النور من بين ثناياه اللؤلؤي، واسع الفم، سلسبيل الريق، جميل الابتسام، كث اللحية، معتدل العنق، شديد الهيبة، في صفاء الفضة النقية، بارز العضدين، بارز العضدين، طويل الزنديد، يرى من خلفه كما يرى من في الأمام، إذا نامت عيناه فقلبه لا ينام. فصلوا وسلموا على المصطفى خير الأنام. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد، وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون، وغفل عن ذكرك الغافلون. عليك أفضل الصلاة والسلام محمد صلى الله عليه وسلم. يعني القرآن الكريم جاء وحض المسلمين على الصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك في أكثر من حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يدعونا للصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. عايزين نعرف من حضرتك فضيلة الشيخ أهمية، أو لماذا دعانا الله عز وجل في أصدق كتاب القرآن الكريم، وكذلك دعوات الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم للصلاة والسلام
على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ما هي الأهمية في ذلك، ولماذا دعانا على مدار السنة أن نصلي ونسلم كثيرا على مدار اليوم على الصلاة على النبي محمد وكذلك في صلواتنا في التشهد؟ يقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول، هذا أمر من الله بالصلاة عليه. ويقول حبيب المصطفى: من صلى علي صلاة صلى الله بها علي عشرة. فشوف بقى قيمة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك وبعدين احنا بنصلي عليه في كل صلاة، صحيح، عليه وعلى آله. أما بالنسبة للصحابة والمقربين والتابعين وتابع التابعين، يجب أن نذكرهم بكل خير حبا في الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. تمام، وده كله إرضاء لله عز وجل. إرضاء لله عز وجل. وبعدين ربنا سبحانه وتعالى، هي إيه أركان الشهادة؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله، حتى ما جاتش الواو فيها، صحيح. لا إله إلا الله محمد رسول، سيدنا محمد رسول الله. فإنت كونك أنك أنت تصلي على النبي تنفرج بها الأمور وتنحل بها العقد وتزداد بها البركة. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلاة جلال وجمال وكمال. تمام. طيب فضيلة الشيخ، في أكثر من صيغة للصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، عايزين نعرف من حضرتك إيه هي هذه الصيغ وأفضلهم، ولا كلهم زي بعض؟ لا، هو الكل إلى رسول الله ينتسبه. تمام. يعني سيدي إبراهيم الدسوقي له صلاة يقول إيه: اللهم صلي على الذات المحمد اللطيفة الأحادية، شمس سماء الأسرار ومظهر الأنوار ومركز مدار الجلال وقطب فلك الجمال. اللهم بسره لديك وسيره إليك، آمن خوفي وأقل عسرتي وكلي وخزني إليك مني، وأذهب الفناء عني، ولا تجعلني مفتونا بنفسي محجوبا بحسي، واكشف لي عن كل سر مكتوم يا حي يا قيوم. بس دي ممكن تكون صعبة على كثير من الناس. في صيغة تانية اللي هي الجزء الأخير من التشهد: اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وفي برضو صلاتان لفضيلة الإمام رحمة الله عليه الشيخ عبد الحليم محمود، كان يقول: اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة جلال وجمال وكمال. يعني فيش أجل من كده ولا أجمل من كده. تمام. وبرضو اللي هو السهل للكل عارفة: اللهم صلي وسلم وبارك على دي، يعني دي ده المختصر. لكن المختصر، لكن حب الأولياء في حب الحبيب المصطفى، الصلوات عديدة، صحيح، ده في كتب كتيرة في الصلوات على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأي سورة أنت تذكرها فأنت يعني صليت على الحبيب. تقال في غير أوقات الصلاة على مدار أي وقت اليوم حسب ما ليها تشاء. عدد محدد؟ لا لا لا، حسب ما تشاء وكيف ما تشاء، لسبب إن الصلاة الواحدة ربنا بيكرمك بيها عشرة، فما بالك لو صليت 100 صلاة؟ يعني ممكن بهذه المناسبة ناخدها، اللي مش حريص على الصلاة على النبي ممكن على مدار اليوم في طوال هذا يا سيدي كرم الحبيب المصطفى وصلى عليه 100 مرة في اليوم. تمام. طيب حضرتك، لو نسمع من حضرتك أحد الابتهالات الأخرى التي قيلت عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. بك يا رسول الله تمت شرعة حبيب الله سيدنا محمد، بك يا ابن عبد الله تمت شرعة والشرع بيت والختام تمام، كم من نبي أو رسول قد أتى لكن الختام يرى. الذي على ظهرك، ما أعظم الختم الذي هو على ظهرك يا سيد الأنام.
محمد محمد رسول الله محمد محمد رسول الله ختم مدور على ظهرك تتباهى تتباهى به الأقوام أممت كل الأنبياء بالإسراء بالأمر قدمك الأمين إمام فالعقد عقد الدين فالعقد عقد الدين لا عقد الدنا والختم أنت والختم أنت 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 وربك الختام. اللهم صل وسلم على الصلاة والسلام. الله ينور عليك ويبارك فيك. يعني العديد من المعجزات والمنجزات جاء بها الرسل الذين بعثهم الله عز وجل للنبيين أو للبشر كافة. أهم معجزة جاء بها النبي محمد صلى الله عليه وسلم للمعشر العالمي هو طبعا أهم معجزة هي القرآن. لأن العرب أو أهل قريش على الخصوص يعني كانوا أهل لغة وكانوا يعرفون اللغة كما يعرفون آباءهم وأبناءهم، فربنا سبحانه وتعالى حب يوريهم الإعجاز في سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فأنزل الذكر الحكيم اللي هو القرآن. ولذلك حينما تقرأ القرآن أنت تناجي الله ولسانك يتكلم مع الله سبحانه وتعالى، فالمعجزة الكبرى التي أتى بها الرسول صلى الله عليه وسلم هي إيه؟ هي القرآن. تمام. حتى في القرآن لو يعني يقول في سورة يونس يعني لو 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 حتى 10 صور ما فيش يعني ما حدش يقدر يجيده ولا حد يقدر يقول زيه. وبعدين كان الإعجاز في إنه هو أمي، فكونه كده إنه ينزل عليه القرآن هذا عن طريق سيدنا جبريل صلى الله عليه وسلم، فمعنى ذلك تكريما وتطهيرا وتقديرا لهذا النبي نبي الأمة صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. فالقرآن هو أكبر معجزة هي جاء بها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وطهر بها القلوب وطهر بها النفوس. تمام. يعني النبي محمد صلى الله عليه وسلم جاء بالعديد من المبادئ والقيم والمعجزات. نعم. كما ذكرت. نعم. بعضها فضيلة الشيخ. نعم. وطبعا المديح والمدح في النبي محمد صلى الله عليه وسلم يطول ولا ينتهي. كان بودنا يعني نستمع إلى الكثير من الابتهالات من حضرتك، ولكن مع الأسف يعني الوقت انتهى، فبنشكر حضرتك فضيلة الشيخ الدكتور محمد جداً. البكري القارئ والمجتهد. أنا شاكر جدا والقليل عندكم كثير. ربنا يخليك. ألف شكر فضيلة الدكتور، وكل سنة وحضرتك طيب، وكل المسلمين ومصر الحبيبة أمينة مستقرة إن شاء الله. بخير ومصرنا الحبيبة بخير، أهلها وشعبها وجيشها ورئيسها وكل من يلوز بها. اللهم أمين. شكرا ليك وكل سنة وحضرتك طيب. دلوقتي